يعكس العلاقة الفريدة من نوعها على مستوى العلاقات الدولية، والتي تؤكد أن لمصر مكانة خاصة في نفوس السودانيين. كذا فإن السودان نفس المكانة لدى المصريين، لأننا يجمعنا هدفا ومصيرا واحدا. فالتاريخ يثبت يوما بعد يوم مدى ارتباط الشعبين وقدرتهم على تجاوز العقبات في طريق الوحدة، والتقدم والرقاء في كافة المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والصناعية. وفي النهاية أتوجه بالشكر والتقدير لكم جميعا لدعوتنا للمشاركة في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، وأيضا الشكر موصول للسفير عبد العظيم الشيخ الذي نقدم له كل التقدير والاحترام لوجوده في دعم أواصر العلاقات بين الشعبين الشقيقين. أعين الله عز وجل أن تستمر روح القوة والمحبة بين مصر والسودان على قاعدة ملاصقة من القيم والمبادئ والإيمان المشترك بالعمل الدؤوب لصالح الشعبين ولدينهم. ورسالة أحملها لمعالي السفير أن يقدم تهنئة شعب مصر كامل وشعب أسوان بصفة خاصة للقيادة السياسية والتنفيذية والشعبية في السودان على عيد الاستقلال. كلهم الشعبين مصر والسودان شعب واحد وبلد واحد، وأهلا بكم دائما في مصر وأهلا بكم في السودان. السلام عليكم ورحمة الله.